عن موضوع الفهم. اللي مش هيفهم مش هيكتب، هيقعد 20 سنة لحد ما يفهم. لو ما بيعرفش يقرا ويكتب مش هيوصل للأهلية، مش هنخليه يوصل للأهلية. وبالتالي الفكرة النجاح عشان بس الفصل اتملى يلا نزور، لا ده مش هيحصل بعد كده، ما ينفعش. الشهادة بيبقى ليها معنى تاني. زمان كانت التوجيهية المصرية دي شهادة راقية جدا، الابتدائية المصرية كانت شهادة راقية جدا، طلع أدباء ومفكرين. فكون إن إحنا نرتضي إن شهاداتنا أصبحت لا معنى لها، وإن التعليم الفني بتاعنا أصبح كله كده وكده، بتسمعوا من الناس الأفاضل في الساوسو أهو يقول لك أنا بعيد تربيته من الأول، طب ده مش إهدار منعم؟ أمال إحنا بنصرف المليارات دي كلها في إيه؟ والأهالي بتصرف المليارات دي كلها في إيه؟ إحنا كل المعركة معركة ثقافية حقيقة، هي مش فكرة منهج وامتحانات وشراكات وكده، لا لازم نقتنع إن إحنا مش إحنا اللي جايين نعذب الناس على الفكرة، ولا نعمل لهم ثانوية تراكمية تخوف ولاد الثانوية التراكمية، ولاد الثانوية التراكمية وقال شهادة بلا معنى، هو ده المقابل. مبسوطين كده؟ إحنا مش مبسوطين كده، متهيأليش حد مبسوط كده. فإحنا بنقول ده غير مقبول. لما الرئيس اتكلم على بناء الإنسان هو كان يقصد كل اللي نشوى قالته كل حضراتكم سمعته، وده مش مسؤولية وزارة التربية والتعليم بس، دي مسؤولية تضامنية. احنا عشان كده بنحط ايدنا في ايد القطاع الخاص وسوق العمل والمجتمع المدني اللي نشوى جاي منه والبرلمان والحكومة كلنا مع بعض، ولازم الاهالي يحطوا ايدهم في ايدنا عشان ننقذ الولاد بتوعنا كلنا من اللي احنا عملناه فيهم ده. هل ولادنا اللي بتطلع ب 90% في الثانوية العامة تقدر تنافس زمايلهم في ألمانيا وفي كوريا وفي اليابان؟ أنا لو أب أبقى فخور لما ابني أو بنتي يعرف ينافس زمايله اللي في سنه بره، غير كده إن الشهادة دي ما تبنيش بصراحة. نبقى بقى بنضحك على بعض. وإحنا بنضحك على بعض بقالنا 50 سنة. فإحنا كل بنقوله إحنا هنبطل نضحك على بعض. اللي يستاهل 60 هديله 60، مش هديله 90. 90 دي يرجع ليها معنى تاني. أنا كنت في كلية الهندسة في جمهورية مصر العربية كان الامتياز من 85%، كانوا اللي بياخدوا امتياز في الدفعة كلها 1 2، ما كانش النمر بالزوفة كده، يعني مش معقول يعني كل الدفعة. إحنا بنطلع نتائج لحد دلوقتي، الوزير الناجح في مصر في التربية والتعليم هو اللي نسبة النجاح بتاعته بتبقى 95%. طب ما كل ده كذب. أنا مش هقول كده أبدا. ومش فخور بده أبدا بصراحة. الامتحان حقيقي يا صوت كله. الامتحان ده هم حافظينه، والامتحان ده متوقع، وعشان كده بيطلعوا مبسوطين وبيشكرونا. بيشكرونا لأن ده لهم امتحان لهم متوقعين. فاللعبة دي ده اللي احنا عاوزين نوقفه. في التعليم الفني المشكلة أكبر، عشان حضراتكم تبقوا عارفين محمد بيس سويدي قال فكرة عن الأرقام، النسب اللي بيطلعوا من الإعدادية بيخشوا تعليم فني حوالي 55% من الدفعة، 45 بيخشوا تعليم عام. ال 55% دول بيطلعوا بتنسيق هو اللي تسبب في رؤية التعليم الفني الحالية دلوقتي، إن هو بياخد اللي ما نجحش. كما لو كان التعليم الفني ده عقوبة. التعليم الفني ده شيء راقي جدا. التعليم الفني ده في ألمانيا أعظم حاجة عندهم، في سنغافورة كده بالظبط زي ما حضرتك قلت 80% في سنغافورة بيخش تعليم فني، هم اللي بنوا البلد. فإحنا لازم نفكر إن لا طبعاً الحرفة التمكن والإتقان بتاع أي شيء بنفس الجودة. مفيش لازم نشيل بقى ثقافة كليات القمة، كليات القاع، بقى في حاجة في الدنيا اسمها كده كلية قمة وقاع، مين اللي اخترع الاختراع ده؟ القمة هي اللي أنا شاطر فيه. أنا شاطر في إيه؟ شاطر في الكمانجة يبقى هي القمة بتاعتي. شاطر في الأدب، شاطر في الفن، في الحقوق، في الاقتصاد. فالنجاح أو الهدف بتاع الأهالي ما يبقاش أنا كل الهندسة كلها. أبقى ابني أو بنتي بيتقنوا شيء بما يدعوهم للفخر. أي شيء بس يتقنوا، يعملوا كويس، يحبوا، يكبر فيه طول حياته، مش الشهادة دي هي الهدف خالص. عشان كده واحنا بنتكلم على التعليم بتاع الاطفال بنقول مفيش امتحانات، واحنا بنتكلم على الثانوي بنقول هنشيل الامتحان. احنا دايما عايزين نشيل الامتحان، عايزين نرجع التعليم والتقييم مش الامتحان ابو نص نمره. ما في واحد كتب لي مره قال لي نص نمره، نص درجه لله يا معالي الوزير، الله يبطني وجعني.
ده عنوان الكتاب اللي هكتبه بعد ما اسيب المسرح، نص درجه اللي هو يلخص المأساة. لو كان في مسرحيه، لو حد هنا مخرج يعمل فيلم اسمه كده، اللي هو يلخص اللي احنا عبانيناه ده في 50 سنه، وده اللي بالظبط بنحاول نواجهه. الامتحان الحقيقي يسقطكم. الامتحان ده هم حافظينه، والامتحان ده متوقع، وعشان كده بيطلعوا مبسوطين وبيشكرونا. بيشكرونا لان لهم امتحان لهم متوقعين. فاللعبه دي ده اللي احنا عاوزين نوقفه. في التعليم الفني المشكله اكبر، عشان حضراتكم تبقوا عارفين محمد نيس سويدي قال فكره عن الارقام، النسب اللي بيطلعوا من الاعداديه بيخشوا تعليم فني حوالي 55% من الدفعه، 45 بيخشوا تعليم عام. ال 55% دول بيطلعوا بتنسيق هو اللي تسبب في رؤيه التعليم الفني الحاليه دلوقتي، ان هو بياخد اللي ما نجحش. كما لو كان التعليم الفني ده عقوبه. التعليم الفني ده شيء راقي جدا. التعليم الفني ده في المانيا اعظم حاجه عندهم، في سنغافوره كده بالظبط زي ما حضرتك قلت 80% في سنغافوره بيخش تعليم فني، هم اللي بنوا البلد. فاحنا لازم نفكر انه لا طبعا الحرفه التمكن والاتقان بتاع اي شيء بنفس الجوده. مفيش لازم نشيل بقى ثقافه كليات القمه، كليات القاع، بقى في حاجه في الدنيا اسمها كده كليه قمه وقاع، مين اللي اخترع الاختراع ده؟ القمه هي اللي انا شاطر فيه. انا شاطر في ايه؟ شاطر في الكمانجه يبقى هي القمه بتاعتي. شاطر في الادب، شاطر في الفن، في الحقوق، في الاقتصاد. فالنجاح او الهدف بتاع الاهالي ما يبقاش انا في الهندسه ابقى ابني او بنتي بيتقنوا شيء بما يدعوهم للفخر. اي شيء بس يتقنوا، يعملوا كويس، يحبوا، يكبر فيه طول حياته، مش الشهاده دي هي الهدف خالص. عشان كده واحنا بنتكلم على التعليم بتاع الاطفال بنقول مفيش امتحانات، واحنا بنتكلم على الثانوي بنقول هنشيل الامتحان. احنا دايما عايزين نشيل الامتحان، عايزين نرجع التعليم والتقييم، مش الامتحان ابو نص نمره. ما في واحد كتب لي مره قال لي نص نمره، نص درجه لله يا معالي الوزير، والله بطني وجعتني. ده عنوان الكتاب اللي هكتبه بعد ما اسيب المسرح، نص درجه لله، اللي هو يلخص المأساة. لو كان في مسرحيه، لو حد هنا مخرج يعمل فيلم اسمه كده، اللي هو يلخص اللي احنا عبانيناه ده في 50 سنه، وده اللي بالظبط